cerebellar functions أو functions of the cerebellum by دكتور خالد عبد الفتاح أبو الفضل. للتواصل عبر الموقع خافضل.احلى منتدى.net وعلى الفيسبوك سوق فيسيولوجي جروب اون فيسبوك، وعلى اليوتيوب دكتور خالد ايه ابو الفضل تشانل. النهارده ان شاء الله هنتكلم على السيريبيلر فانكشنز. احنا في المرتين اللي فاتوا اتكلمنا اول حاجه على الفانكشنال ستراكشر اوف ذا سيريبيلم، عرفنا ايه هم السيريبيلر لوبس فروم فانكشنال بوينت اوف فيو، عرفنا ان في عندنا حاجه اسمها فيستيبيلو سيريبيلم او اركي سيريبيلم او فلوكلو نودولار لوب، ده اللوب الاولاني. اللوب الثاني كان اسمه باليو سيريبيلم او سباينو سيريبيلم او انتيريور سيريبيلم. اللوب الثالث كان اسمه سيريبرو سيريبيلم او نيو سيريبيلم او بوستيريور سيريبيلم. وعرفنا ان في حاجه اسمها سيريبيلر بيدانكلز سوبيريور وميدل وانفيريور. بعد كده اتكلمنا على السيريبيلر كونكشنز، وقلنا ان السيريبيلم هاز ماتش كونكشنز هوزر افرنت اور افرنت، وهذه الكونكشنز الكتير قوي ديت اللي هتخدمنا واحنا بنتكلم في السيريبيلر فانكشنز. فلما اجي اتكلم على السيريبيلر فانكشنز اول حاجه اعرف الفانكشن اوف ذا فيستيبيلو سيريبيلم، او اللي انا بقول عليه الايه الفلوكولو نودولار لوب او الاركي سيريبيلم. الفانكشن بتاعته من اسمه فيستيبيلو سيريبيلم، يبقى له علاقه بالريجوليشن بتاعت مين؟ ريجوليت الايكوليبريم، يبقى له علاقه بالريجوليشن اوف ايكوليبريم، يبقى بيريجوليت ايكوليبريم. يبقى لوجيكالي لما يحصل ليجن لهذا الفيستيبيلو سيريبيلم هيبقى في عندنا ديستربد ايكوليبريم، وهيبقى في حاجه اسمها نستجمس. لما نيجي نتكلم على النيو سيريبيلا سندروم هنعرف يعني ايه النستجمس، اللي هو الجيركي اوسيلاتوري بروبوزليس موفمنت اوف ذا اي بول، او بيتقال عليه تو اند فرو موفمنت اوف ذا اي بول. هنتكلم عنها ساعتها ان شاء الله واحنا بنتكلم في نيو سيريبيلا سندروم. المهم يبقى الفيستيبيلو سيريبيلم الفانكشن بتاعته ريجوليشن اوف ذا ايكوليبريم، و الليجن بتاعه هيؤدي الى مال ايكوليبريم ونستجمس. طب الباليو سيريبيلم او اللي انا بقول عليه سباينو سيريبيلم او انتيريور سيريبيلم، ده له رول مهم جدا في الريجوليشن اوف ماسل تون، وبلاقيه انهبيتوري يعني بيقلل الماسل تون، وله دور غايه في الاهميه في الكوردينيشن او الكنترول اوف فولنتري موفمنت، وبيشارك في الموضوع ده النيو سيريبيلم. يبقى انا لما اجي اقول الرول اوف سيريبيلم ان كنترول اوف فولنتري موفمنت، انا هقصد التعاون المثمر ما بين مين ومين؟ مينلي ما بين النيو سيريبيلم والباليو سيريبيلم. يبقى الفانكشن اوف باليو سيريبيلم ريجوليشن اوف ماسل تون، بلاقيه انهبيتوري للماسل تون، ومهم جدا في الريجوليشن اوف فولنتري موفمنت. وبالتالي لو حصل ليشن في هذا الباليو سيريبيلم اتوقع يحصل ايه؟ عكس الفانكشن. اذا كانت الفانكشن انه انهبيتوري للماسل تون، فبالتالي لما يحصل ليجن يبقى الماسل تون تزيد، يعني يحصل حاجه اسمها هايبر تونيا. هايبر تونيا يحصل ايه تاني؟ هيبقى فيه ابنورمال جيت، ابنورمال جيت ان ذا فورم اوف ايه؟ حاجه اسمها درانكن جيت. هذه الدرانكن جيت بتمتاز بانها هيزيتيتد جيت اون اوايد بيز، ليه الدرانكن جيت ماشي ايه هيزيتيتد جيت وماشي اون وايد ايه اون وايد بيز. طيب اذا كان الفيستيبيلو سيريبيلم والباليو سيريبيلم لهم الفانكشنز ديت والافكت اوف ليجن، طيب النيو سيريبيلم اخباره ايه؟ الفانكشن المهمه الاساسيه له جدا جدا مهمه جدا حاجه اسمها الكوردينيشن اوف فولنتري موفمنت، وبيشاركوا في الموضوع ده مين؟ الباليو سيريبيلم. وطبعا الفيستيبيلو سيريبيلم اي نعم كوليبريم، بس له بردك دور في هذه الريجوليشن. تاني حاجه فاسيليتاتوري للماسل تون، وبالتالي لما يحصل ليجن هنتكلم عن موضوع ان شاء الله اذا كان عمر المرات الجايه ان شاء الله حاجه اسمها نيو سيريبيلر سندروم، ونعرف الفيسيولوجيكال بيزس بتاعته. بس هذا النيو سيريبيلر سندروم بيمتاز بترياد ثلاث حاجات غايه في الاهميه. حاجه اسمها هايبوتونيا، ما احنا اتفقنا
ان يسري بالله فاسيليتاتوري للمسلتون. وبالتالي لما يحصل ليجن ما يحصل ليجن هيؤدي الى هايبوتونيا، يحصل اثينيا في مصر ويكنس ولكن وزود باراليسيس. نقطة غاية في الأهمية ناخد بالنا منها، السريبيلر ليجن والبيزل جانجليا ليجن بتأدي إلى إيه؟ ها؟ بتأدي إلى باراليسيس ولا ما بتأديش؟ لا مفيش باراليسيس. بلاقي هنا إيه في النيو سريبيلر، هلاقي في إيه؟ نيو سريبيلر ليجن أثينيا مصر ويكنس ولكن وزود باراليسيس. طيب هلاقي في حاجه اسمها سيريبيلر اتاكسيا او موتور اتاكسيا، وده موضوع كبير قوي هنتكلم عنه واحنا بنتكلم في النيو سيريبيلر سيندروم. يبقى لحد دلوقتي عرفت جنرال فانكشن للفيستيبولو سيريبيلم، باليو سيريبيلم، نيو سيريبيلم. طيب الفانكشن اللي بعد كده غايه في الاهميه ناخد بالنا، لانها ايتم كبير قوي محتاج تركيز ومحتاج فهم وممكن يتسال كنقطه لوحدها، رول اوف سيريبيلم ان كنترول اوف فولنتري موفمنت. انا قاعد اقول الباليو سيريبيلم النيو سيريبيلم لهم دور في الريجوليشن او الكنترول او الكوردينيشن اوف فولنتري موفمنت. طب ما هذا الدور؟ ايه الرول اوف سيريبيلم ان ذا كنترول اوف فولنتري موفمنت؟ قال ركز معايا واحنا بنتكلم في الكنترول اوف فولنتري موفمنت. قبل كده قلنا ان السيريبيلم والبيزل جانجليا لهم دور في الحاجه اسمها موتور بلاننج اند بروجرامينج اوف ذا فولنتري موفمنت. يبقى اول حاجه موتور بلاننج اند بروجرامينج اوف فولنتري موفمنت. طب فهمنا حاجه لحد دلوقتي؟ لا، هنفهم كل فانكشن منهم هتوضح اللي قبلها. نتيجه الماتش كونكشنز سواء افرنت اور افرنت كونكشن اوف ذا سيريبيلم، هلاقي ان هذا السيريبيلم له دور في البلاننج اوف رابيد اللي انا بقول عليها باليستيك موفمنتس. زي ايه؟ زي التايبنج. يبقى نتيجه الفيري رابيد كونكشن زي ايه بالظبط؟ بنمثلها بمثال بسيط. انا دلوقتي قاصد واحد في خدمه عايزه يؤدي لي مصلحه معينه، هروح لواحد تواصله مع الناس كتير وماسك منصب والناس وبيخدم الناس والناس تخدمه عشان يقدم المصلحه، ولا هروح لواحد ملوش اي تواصل مع اي حد خالص؟ لا، انا هروح لواحد بيتواصل مع ناس كتير جدا بيفيدهم وبيستفيد منهم، وبالتالي لما هطلب منه المصلحه سهل انه يؤديها. فهنا برضك البلاننج اوف رابيد موفمنت بيتم من خلال هذه السيريبيلم. ليه؟ لان السيريبيلم هاز هاي كونكشنز سواء افرنس اور افرنس زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت. ونتيجه هذه الهاي او الماتش كونكشنز له بريدكتور فانكشن. يعني ايه بريدكتيف فانكشن او البريدكتور فانكشن اوف ذا سيريبيلم؟ لو تخيلنا نفسنا كده اهوت والواحد طالع سلم وطالع السلم بيجري، بنلاقينا في اول درجتين بنبص على درجات السلم، بقى ما بنبصش لدرجات السلم، بقينا عدنا بنطلع بسرعه كده وتوقعنا المسافه ما بين السلمه والسلمه. ده بريدكتيف فانكشن. عملنا اكسبكشن للبوزيشن اوف ذا ليمب ديورنج ذا بيرفورمانس اوف ذيس فولنتري موفمنت اللي هي الاسندنج ابستيرز اللي قام بالمهمه ديت البريدكتور فانكشن اوف ذا سيريبيلم. وقام بها ازاي؟ من خلال مقدرته على التواصل بالافرنت والافرنس. كلام كويس قوي. يبقى له موتور بلاننج بروجرامينج اوف موفمنت، له بلاننج اوف فانكشن اوف رابيد موفمنت اللي هي الباليستيك موفمنت، له بريدكتيف فانكشن للرابيد موفمنت زي ديورنج اسندنج ابستيرز. النقطه اللي جايه دي هتوضح اللي قبلها برضك، سيكونسنج اللي هو التتابع اند تايمينج اوف موفمنت. سيكونسنج اند تايمينج اوف موفمنت بمنتهى البساطه نتيجه هذه الايه؟ الهاي كونكشنز اوف ذا سيريبيلم. لقينا ان هذا السيريبيلم له المقدره على البلاننج اوف سيكونشال موفمنتس. النيو سيريبيلم بروفايدز ا بلان فور ذا رابيد سيكونشال باليستيك موفمنتس. زي ايه؟ such as movement of the finger in typing، الواحد وبيكتب كده على الكمبيوتر مثلا، and the saccadic movement of the eyes in which the eyes jump from one position to the next when reading. اما الواحد وبيقرا عينيه رايحه جايه كده. الرابيد موفمنت ديت اللي بيعمل لها coordination وبلاننج لهذه السيكونشال موفمنت مين؟ مين؟ النيو سيريبيلم. يبقى السيكونشال
بلاننج او بلاننج اوف سيكوينشال موفمنت زي التايبنج زي السكاديك اي موفمنت اللي هيقوم بها النيو سيريبيلم. وده مهم جدا في تو بروفايد سموس ترانزيشن from the movement to the next in order of succession. يعني التتابع مهم جدا. طب وجد ان السيريبيلم له المقدره على انه يعمل بلاننج لهذه السيكوينشال موفمنت عن طريق ايه؟ عن طريق ان السيريبيلم is organized to perform by phasic function. له المقدره انه يعمل ايه؟ by phasic function. First excitatory and then delayed inhibitory. وبالتالي له المقدره على انه يعمل ايه؟ stimulation inhibition ها typing circadic eye movement rapid sequential movement. طيب امال التايمنج فانكشن فور ذا ستارت اند ديترمينيشن اوف موفمنت. ذا نيو سيريبيلم بروفايد ذا تايمنج فور ذا ستارت اند ديترمينيشن فور ايتش موفمنت. Without this timing capability, one becomes unable to determine when the next movement should begin. And the succeeding movement may begin too early or too late. وده الفكرة بتاعت لما يحصل ليجن هلاقي فيه حاجة اسمها ديسميتريا. ولذلك السيريبيلر ليجنز كوز كومبلكس موفمنتس از رايتنج رانينج اور توكينج تو بيكام uncoordinated. زي ما هنشوف ان شاء الله واحنا بنتكلم في الموتور اتاكس اتاكسيا او الفيستيبولار اتاكسيا. يبقى بالتالي السيريبيلم مهم جدا في سيكوينسنج اند تايمينج اوف ايه اوف موفمنت. وعن طريق الايه مقدرتها على انها تو بروفايد تايمينج فور ذا ستارت اند ترمينيشن اوف موفمنت بلاقي ان هذا السيريبيلم مهم جدا في البريفنتنج ايه اوف موفمنت اوفر شوتينج by stopping the movement at the intended point. يعني انا عايز اشيل الالم من مكان لمكان عند ال intended point. هذا السيريبيلم له مقدره على انه يعمل sudden stopping of this movement smoothly. يبقى preventing movement overshooting through ايه؟ ان السيريبيلم بيعمل sending signal to stop the movement at the intended point. وبالتالي prevent the overshot of a of movement. وبالتالي لما يحصل cerebellar lesion اتوقع ان ممكن يحصل ايه overshooting للموفمنت. بيحصل dysmetria مش عارف يحدد بالظبط الintended point. طيب يبقى لحد دلوقتي في الفولنتري movement control له دور في الموتور بلاننج اند بروجرامينج اوف فولنتري موفمنت البلاننج اوف رابيد موفمنت بريدكتور فانكشن sequencing and timing of movement prevent movement overshooting. الفانكشن اللي جايه دي غايه في الاهميه محتاجه تركيز وفهم. نتيجه الهاي كونكشنز والماتش كونكشنز اوف ذا سيريبيلم بلاقي السيريبيلم له دور في حاجه غايه في الاهميه اسمها سيرفو كومباراتور فانكشن. ايه هي السيرفو كومباراتور فانكشن اوف ذا سيريبيلم ديت؟ السيريبيلم compares the cortical motor execution with the muscular performance bringing about necessary adjustment. يعني ايه؟ السيريبيلم بتوصل له معلومات من الموتور كورتكس زي ما هنشوف في الكونكشن اللي قدامي ديت. ادا الموتور كورتكس ادا هنا السيريبيلم اهو بتنزل ايه فايبرز زي ما قلنا كورتيكو بونتو سيريبيلر فايبرز شايله الانتندد بلان توصلها للسيريبيلم. والريد نيوكليوس نفسها بتوصل بردك الانتندد بلان لهذا الايه؟ لهذا السيريبيلم اللي وصلها لها من الموتور كورتكس بردك. ومش كده وبس، طالماصل نفسها بتبعت من خلال السباينو سيريبيلم ايديا عن ايه؟ عن البرفورمانس اوف muscle movement. يعني دلوقتي السيريبيلم ريسيفز انبوت سيجنال زي ما قلنا اهو من الموتور كورتكس والريد نيوكليوس about sequential intended plan of movement for the next few fractions of a second. مش كده وبس، بيريسيف ثرو سباينو سيريبيلم
من السباينو سيريبيلر تراكتس فايبرز توصل للسيريبيلم تعرفوا البرفورمانس اوف موفمنت اخباره ايه. فلوجيكالي هذا السيريبيلم هيكمبير ذا انتنشن اوف موتور كورتكس وذ ذا اكشوال موفمنت بيرفورمانس. هل الحركة اتطبقت زي ما الخطة موضوعة ولا لا؟ ده مش كده وبس، نتيجة الكونكشنز بتاعته بيبعت اسندنج فايبرز في اتجاه الموتور كورتكس وديسندنج فايبرز في اتجاه السباينال كورد من خلال هذه الريد نيوكليوس اللي هتنزل فايبرز اسمها روبرو سباينال فايبرز. هذه الكونكشنز هتقول للموتور كورتكس والله الموفمنت ايه عايزه تتظبط، فبالتالي الموتور كورتكس هيعدل في البلان وينزل ديسندنج فايبرز من خلال الكورتيكو سباينال تراك. ومن خلال الكونكشن اوف ذا سيريبيلم وذ ريد نيوكليوس فايبرز هتنزل علشان تعمل موديوليشن للموفمنت بتاعه المصل من خلال الروبرو سباينال فايبرز. وبالتالي السيريبيلم مش مجرد انه بيعمل كومباريزون، ده بيادجاست الموفمنت برضه. يبقى السيرفو كومباراتور فانكشن التكرار بيعلم الايه الشطار، النقطه دي غايه في الاهميه. السيرفو كومباراتور فانكشن ذا سيريبيلم كومبيرز ذا كورتيكال موتور اكسكيوشن وذ ذا ماسكولار بيرفورمانس برينجينج اباوت نيسيسري ادجاستمنت. يعني هو بيعمل كومبيرمنت للايه؟ ليه؟ الانتندد بلان وذ ماسكولار بيرفورمانس، ومش بيعمل كومباريزون بس، لا ده بيحاول يعمل النسيسري ادجستمنت. طب ازاي؟ ايه الميكانيزم؟ السيريبيلم بيستقبل فايبرز ايه؟ اباوت الانتندد بلان. منين؟ من الموتور كورتكس والريد نيوكليس. وبيستقبل فايبرز من خلال تراكت اسمها سباينو سيريبيلر تراكت تعرفوا البيرفورمانس اوف موفمنت. هيعمل كومباريزون ما بين الحاجتين الانتندد بلان والبرفورمانس اوف موفمنت، وهيرد على الموتور كورتكس وان على المين على البرفورمانس، هينزل ديسندنج تراكت في اتجاه السباينال كورد بس دايركت، لا من خلال الريد نيوكليس. يبقى هيعمل ادجستمنت للايه؟ للموفمنت. ودي فكره ايه؟ حاجه اسمها السيرفو كومباراتور فانكشن اوف ذا سيريبيلم. طيب الرول اللي الرول اللي بعد كده الاخير للرول اوف سيريبيلم ان كنترول اوف فولنتري موفمنت حاجه اسمها دامبنج فانكشن اوف ذا سيريبيلم. ايه هي الدامبنج فانكشن اوف ذا سيريبيلم؟ يعني ايه دامبنج فانكشن اصلا؟ دامبنج فانكشن تعني تو ميك ذا فولنتري موفمنت سموث وذاوت اوسيليشنز especially فين؟ during rapid movement. يبقى تاني التكرار بيعلم الشطار. الدامبنج فانكشن اوف ذا سيريبيلم تعني ايه؟ to make the voluntary movement smooth without oscillation especially during rapid movements. زي ايه؟ زي التايبنج. زي ايه؟ زي السكادك اي موفمنت. كلام كويس. طيب ايه هي الميكانيزم؟ هذا السيريبيلم له دور at the onset of the movement و at the end of the movement. At the onset of the movement the cerebellum provides turn on of agonist muscle and inhibiting the antagonist muscle. يعني بمعنى اخر انا عايز اعمل مثلا فليكشن at elbow، يبقى انا عايز اعمل فليكشن، يبقى ات ذا ستارت اوف موفمنت مين اللي عايزه يشتغل؟ الفليكسورز. مين اللي عايزه يريلاكس؟ الاكستنسورز. يبقى ات ذا ستارت اوف ذا موفمنت السيريبيلم هيعمل تيرن اون اوف فليكسورز اند انهبيت ذا اكستنسورز. طيب في نهايه الموفمنت انا عملت فليكشن خلاص للايه؟ للارض عند الالبو، وعايز اوقف الموفمنت عند نقطه معينه، يبقى عايز امنع مين؟ الفليكسور، واعمل استيميليشن للاكستنسورز. يبقى هيحصل تيرن اوف فليكسورز اند تيرن اوف اكستنسورز، وبالتالي
هعمل ايه؟ هوقف الموفمنت. يبقى simply damping function of the cerebellum means to make voluntary movement smooth without oscillation especially during rapid movement. زي ايه؟ زي التايبنج. وعرفنا at the onset of movement بيحصل ايه وat the end of movement بيحصل ايه. يبقى لحد دلوقتي عرفت الرول اوف ذا سيريبيلم ان كنترول اوف فولنتري موفمنت. كلام سهل وكلام بيجيب بعضه. مهمه في الموتور بلاننج اند بروجرامنج اوف فولنتري موفمنت. بتعمل بلاننج للرابيد موفمنت زي التايبنج. بتعمل بريدكتيف فانكشن او بريدكتور فانكشن مهمه عشان السيكوينسنج اند تايمنج اوف موفمنت. بتبريفنت الموفمنت اوفر شوتنج. لها دور غايه في الاهميه اسمه سيرفو كومباراتور فانكشن. ثم اخيرا لها الدامبنج فانكشن of the cerebellum. يبقى لحد دلوقتي انا اتكلمت على اول حاجة الفانكشن of vestibular cerebellum, الفانكشن of paleo cerebellum, الفانكشن of new cerebellum, ثم اتكلمت على الرول of the cerebellum in control of voluntary movements. هل انا كده خلصت الفانكشنز of the cerebellum؟ قال لك لا. هذا السيريبيلم له حاجة اسمها non-motor functions of the cerebellum. كل الكلام اللي انا قلته في الفانكشنز كان له علاقة بمين؟ بالموتور فانكشن. طيب هل السيريبيلم له non-motor functions؟ طبعا له non-motor functions. طيب non-motor functions دي بتشمل ايه؟ اول حاجة عندي حاجة اسمها learning of movement. learning function تعلم, دي higher function. learning function of movement. طيب علشان افهم learning function of the movement for the cerebellum, ازاي السيريبيلم له علاقة بالlearning of movement, لازم اعرف الهيستو فيسيولوجي او الفانكشنال ستراكشر فروم هيستولوجيكال بوينت اوف فيو للسيريبيلر كورتكس. قال لك السيريبيلر كورتكس بيمتاز بانه في 5 تايبس اوف نيرونز. لو بصيت على الصوره اللي قدامي ديت هلاقي في حاجه اسمها بيركنج سيل, حاجه اسمها الباسكت سيل, جرانيولار سيل, جولجي سيل, استيليت سيل. هذه السيلز موجوده فين؟ في السيريبيلر كورتكس. طيب تاني حاجه عايز اعرفها ان في there are two main inputs بيدخلوا للسيريبيلر كورتكس من خلال حاجتين غايه في الاهميه, حاجه اسمها كليمبنج فايبرز وحاجة اسمها الموسي فايبرز. الكليمبنج فايبرز come only from mean, مهمة جدا النقطة دي, come only from the inferior olivary nuclei اللي هي عبارة عن ايه؟ the proprioceptive input to the inferior olivary nuclei جاي منين؟ all over the body. يبقى المين or the only input for the climbing fibers منين؟ من ال inferior olivary nucleus. امال الموسي فايبرز بت provide direct proprioceptive input to the cerebellum from all parts of the body بالاضافه لمين؟ بلس input from the cerebral cortex via من خلال مين؟ the pontine nuclei to the cerebellar cortex. تاني البروبيريوسبتيف امبلسز بتروح للانفيريور اوليفر نيوكليوس ومنها للكليمبنج فايبرز اللي هي هتروح تعمل ريلي على الديب نيوكلياي وعلى البركنج سيل. لكن البروبيريوسبتيف امبلسز اللي جايه من اول ذا بادي اند سيريبرال كورتكس دايركت اللي بتروح لمين؟ للموسي فايبرز اللي هتروح تعمل ريلي على مين؟ الجرانيولار سيل والجولجي سيل. كلام كويس قوي. طب الكلام اللي انا بقوله ده اهميته ايه؟ نركز, التكرار بيعلم الشطار. في ملحوظه غايه في الاهميه هنا احطها في دماغي, ان البركنج سيل
Purkinje cells are the only output from the cerebellar cortex. ودي بتروح لمين؟ للديب نيوكلياي. لو بصيت على الرسمة اهي بلاقي الجرانيولار سيل عامله لي تي شيب فايبرز بالشكل ده، بتعمل استيميليشن للجرانيولار سيل والباسكت سيل والبيركنج سيل. الجرانيولار سيل عملت استيميليشن لهم، بيحصل لها هي انهيبيشن بواسطه مين؟ الجولجي سيل. والباسكت سيل تعمل انهيبيشن لمين؟ للبيركنج سيل. والبيركنج سيل نفسها بتروح تعمل انهيبيشن للديب سيريبيلر نيوكليار. وزي ما هو واضح ذا اونلي اوتبوت اللي بيوصل من السيريبيلر كورتكس في اتجاه الديب سيريبيلر نيوكليار اونلي كامز فروم بيركنج سيل. وضحت من الصوره قدامها اهي. يبقى بيركنج سيلز ار ذا اونلي اوتبوت فروم سيريبيلر كورتكس في اتجاه مين؟ الديب نيوكليار. طيب وجد الآتي، إن السيريبيلم is concerned with learned adjustments that make coordination easier when a given task is performed over and over. يعني بمعنى آخر، إن أجي أعمل voluntary movement وجيت عملتها إيه؟ ها؟ مرة واثنين وثلاثة وعشرة. الليرنينج بتاع هذه الموفمنت وجد ان له علاقة بالسيريبيلا، والبيزس بتاع هذه الليرنينج فانكشن ان ذا سيريبيلا وجد انها من خلال الاوليفاري نيوكلياي اللي هي بتدي فايبرز للكليمبنج فايبرز. كلام كويس قوي. طيب يا سيدي ايه دليلك ان الكليمبنج فايبر والبركنج فايبرز ده الكليمبنج فايبر والاوليفر نيوكلياي اللي هي اللي لها الدور في الليرنينج؟ قال خلي بالك البيركنج سيل اللي احنا لسه متكلمين عنها ده اهي، بيركنج سيل ريسيفز انبوت فروم ا سنجل كليمبنج فايبر. اهو واضحه الصوره. بات ات ميكس من 2000 ل 3000 سينابس اون ات. يعني خلي بالك البركنج سيل ده بتستقبل 1 كليمبنج فايبر، ولكن الكليمبنج فايبر ده هو في الاخر بيحصل له ايه؟ زي ما احنا عارفين عند السايت اوف سينابس بيحصل ها ان النير فايبر الواحد بيتفرع لافرع كتير، فهنا هيتفرع من 2000 ل 3000 سينابس، وبالتالي الكليمبنج فايبر اكتيفيشن produces a large complex spike in the Purkinje cell. متخيلين ان الكليمبنج فايبر على الرغم من انه فايبر واحد رايح للبيركنج سيل، لكن بيحصل ايه؟ arborization، بيتشعب كده لألفين لتلات آلاف، تشعب بيعمل ألفين لتلات آلاف سينابس مع البيركنج سيل. وبالتالي لما يحصل اكتيفيشن لهذه الكليمبنج فايبر يؤدي الى لارج كومبلكس سبايك ان ذا بيركنج سيل. طيب لارج كومبلكس سبايك في البيركنج سيل يبقى معناها له علاقه بعمليه الليرنينج. ده مش كده وبس، وجدوا دليل تاني يقول لنا ان الكليمبنج فايبر لها دور بعمليه الليرنينج. وجد ان الكليمبنج فايبر اكتيفيتي از انكريزد when a new movement is being learned. اما الواحد يكون بيتعلم movement جديدة هلاقي الكليمبنج فايبر اكتيفيتي زادت. logically الاكتيفيتي تزيد امتى؟ لما تكون لها دور بالحركة دي. يبقى معناها ان الكليمبنج فايبر لها علاقة بالليرنينج فانكشن او الليرنينج اوف ذيس نيو موفمنت. ده مش كده وبس، توجد ان السيلكتيف ليجن اوف ذا اوليفري كومبلكس، لو حصل سيلكتيف ليجن للاوليفري كومبلكس
هيؤدي الى انه ايه abolish the ability to produce long term adjustment in certain motor responses. يعني مش هقدر ايه اعمل adjustment in certain motor ايه responses. يعني معناها لها علاقة بايه باللearning of movement. الدليل برضك ان السيريبيلم له دور في الليرنينج ان السيريبيلر ليجنز causes deficit in learning complex motor tasks. لو في سيريبيلر ليجن مش هقدر ايه اتعلم complex motor task. وده هنشوفها في سيريبيلر ليجن. لما يحصل سيريبيلر ليجن هنلاقي في مشكله even on doing complex motor activity. عايز احرك كذا جوينت في نفس الوقت بتبقى صعبه، فبحركها on steps وزي ما بقول عليها في decomposition of movement، زي ما هنيجي نتكلم ان شاء الله في نيو سيريبيلر سيندروم اذا كان لنا عمر ونصيب ان شاء الله. يبقى ديت الفانكشن اللي انا قلت عليها learning of movement، وعرفت الدور بتاع الكليمبنج فايبرز، عرفت الدور بتاع الانفيريور اوليفري نيوكلياس وازاي اثبتوها. لو حصل ليجن في هذه الاوليفري كومبلكس او لو حصل سيريبيلر ليجن هلاقي ان الليرنينج اوف موفمنت بقى فيه مشكله. طب ايه الفانكشن الثانيه اللي هي النون موتور فانكشن؟ حاجه اسمها كوجنيشن. كوجنيتيف فانكشن تعني ثينكينج فانكشن. السيريبيلم له علاقه بالكوجنيشن؟ قال لك اه. السيريبيلم بلايز ا رول ان لانجويج اند بروبلم سولفينج. وجد حديثا ان هذا السيريبيلم له دور في اللانجويج اند بروبلم سولفينج. ده مش كده وبس، ده زي ما احنا قايلين من شويه ان هذا السيريبيلم ريكوجنايزز اند بريدكت سيكونسز اوف ايفنتس. زي ما قلت على سبيل المثال انا دلوقتي عايز ايه اطلع درجات السلم، اول خطوتين باخد بالي من درجات السلم، بعد كده بتلاقيك بتجري بسرعه بدون ما تاخد بالك انت طالع ازاي، لانك انت عملت ايه بريدكتيف فانكشن، بريدكت سيكونس اوف ايفنتس، سيكونس ايفن اوف موفمنت. يبقى كوجنيشن ات بلايز ا رول ان لانجويج اند بروبلم سولفينج، ات ريكوجنايزز اند بريدكت سيكونسز اوف ايفنتس. وجد ايضا ان هذا السيريبيلم له دور في الميموري. It was postulated that cerebellar nuclei store certain motor memories. Stores certain motor memories. يبقى to summarize ايه هي النون موتور فانكشن اوف سيريبيلم؟ learning of movement, cognition and memory. ممكن بمنتهى البساطة تسيل outline functions of the cerebellum. يبقى اما اقول outline functions of the cerebellum simply بقول ان السيريبيلر functions في functions related للفيستيبيولو سيريبيلم. وعرفت ايه هي الفانكشن والافكت اوف ليجن. Functions related to paleocerebellum وعرفت الفانكشن والإفكت أوف ليجن. Function related to new cerebellum وعرفت الفانكشن والإفكت أوف ليجن. ثم عرفت الرول of the cerebellum in control or coordination of voluntary movement. وعرفنا non-motor functions of the cerebellum. كان لنا عمر ونصيب ان شاء الله نتكلم المرات الجايه ان شاء الله على حاجه اسمها نيو سيريبيلر سيندروم.